الله الرحمن الرحيم، نسأله التوفيق والعون، ونصلي ونسلم على النبي الكريم والرسول الرحيم وعلى آله وأصحابه بأتم الصلاة والتسليم، ونعيش في ظلال عرش الرحمن مستظلين بما هدانا به سيد الأكوان محمد خير الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أعلمنا أن للرحمن عرشا يظل به يوم لا ظل إلا ظله، ويدخل في ذلك الظل من يشاء من عباده المقربين المحبوبين. ولم يأذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا أن يخبرنا عن ذلك الظل وعن أسباب الدخول إليه وعمن يدخل إليه، فعليه منا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته. من الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى المحبة والألفة في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه تفرقا عليه، واجب على المؤمن أن يختار الصديق النقي الحفي الصادق البار، وأن لا يصاحب من يضره ويرديه، وأن لا يصاحب إلا من تكون صحبته لله جل وعلا، وأن لا يصحب إلا ذا علم وذا تقى. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، قال علي كرم الله وجهه: ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وإن آخيت أخا لك في الله فكن باذلا وكن متواضعا وكن خاضعا، وكن أنت المعطي وأنت المحسن وأنت المنفق وأنت المتفضل، تفعل ذلك عن شهود التقصير، وتفعل ذلك وأنت معترف بأنك محتاج إلى أخيك في الله جل وعلا، تفعل ذلك تقربا إلى ربك جل وعلا، تذلل لأخيك في الله جل وعلا الذي هو أخوك في الدنيا وأخوك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ولذلك قالوا: إنما سمي الصديق لتصدقه، والرفيق لرفقه ورحمته، فلا يكون أخا من لا يحسن البذل والعطاء والسخاء لوجه الله سبحانه وتعالى، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نموذج نستعرضه من النماذج الكريمة العظيمة في الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى، نموذج نستعرضه من نماذج المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى. هذه واقعة وقعت للإمام عبد الله المروزي وأبي علي الرباطي رضي الله عنهما. كان عبد الله المروزي يدخل البادية، أي يعيش أياما وليال في السفر في البادية في الصحراء، يقطعها مفازة يعبد الله جل وعلا فيها حتى يصل من ورائها إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، ويبعد عن مكان الطريق الذي يعتاده الناس ويأنس بذلك. فصحبه في سفره ذلك أبو علي الرباطي، فقال عبد الله المروزي: أقبل أن تصاحبني وأن تكون معي وأن نجتمع ونحن إخوان في الله جل وعلا، لكن على شرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: أن أكون أنا الأمير ولست أنت الأمير. قال: على الرحب والسعة، أنت الأمير وليس أنا الأمير. فقال: إذا كنت أنا الأمير فعليك الطاعة في كل ما أقول. فقلت: نعم. قال: فقام فأخذ مخلاة ووضع فيها الزاد والطعام وما نحتاج إليه في السفر، ثم حملها على ظهره، فكنت أقول له: أعطني أنا أحمل عنك، فيقول لي: من الأمير؟ أنا وأنت. فقلت له: أنت. فيقول: إذن أطع الأمير، أنا أحملها. فيحملها هو رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نازعته فيقول: ألم تعدني أن لا تعصيني فيما أمرك به؟ إنما قد اتفقنا على أن أكون أنا الأمير. فأخذنا في الطريق نسير، فإذا بالمطر ينزل في ليلة من الليالي،
قال فوقف عبد الله المروزي على راسي يقيني من المطر على كساء يحمله لكي يحميني ويحرسني أن يقع المطر علي. فقلت يا عبد الله اجلس وأنا أقوم أحميك أو أجلس أنا وإياك تحت المطر. فكان يقول لي من الأمير؟ ألست أنا الأمير؟ فعلي أن أفعل هذا معك وعليك أن تطيع أمري وأن تطيع كلامي. فقلت في نفسي ليتني لم أقل أنت الأمير وليتني لم أؤمرك، إنما أراد أن يأخذ منه اسم الإمارة لكي يكون في خدمته. قال أبو حامد الغزالي بعد أن روى هذه القصة فإن كان أحد يريد أن يكون أميرا فليكن مثل هذا، فليكن مثل هذا الرجل، آخى أخاه في الله وأحبه في الله فبذل له في الله فأعطاه في الله فواساه في الله، فكان أخوين متحابين في الله سبحانه وتعالى اجتمع عليه وتفرق عليه. لم يحمل الإمام عبد الله المروزي على هذا إرادة الدنيا ولا إرادة متاع، إنما حمله على هذا حسن إقامة الإخوة لوجه الله سبحانه وتعالى. ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهما الله عن صحبتهما هل أديا حق الله فيها. رسالة إلى كل من قالوا أنهم إخوان وأصحاب وأحباب، أن نخدم بعضنا بعضا هكذا، أن نواسي بعضنا بعضا هكذا، أن نرأف ببعضنا بعضا هكذا، حتى نكون من المتحابين في الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم حسن الاتصاف بالصفات الموجبة لظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.